العظم الصدغي بيتألف من 3 أقسام. هذا القسم اللي هو القسم الصدفي، هذا اللي ماسكه بإيدي، هذا بما فيه الناتئ، هذا القسم الصدفي. هذا القسم الخلفي هو القسم الخشائي، ماشي؟ هذا القسم الخشائي. ظل عندي هالقسم هاد، وهاد قاعدته، يعني هذا القسم هون قاعدته، شايفين كيف شكله؟ يعني إذا حطينا هيك شكله مثل الهرم تقريبا. هذا القسم الصخري الطبلي، ليكو حاهم أنا ماسك. لا هاي القاعدة، يعني تعتبروا هيك، هاي هون قاعدته وهي كفايته اللي ماسكة بإيدي. هذا اسمه القسم الصخري الطبلي، الجزء الداخلي منه اللي ضمن الجمجمة هو الصخري، والجزء الخارجي تقريبا هو القسم الطبلي. هلا إذا جينا نحكي عن الصدفة تبعيد، أو القسم الصدفي تبع العظم الصدري. القسم الصدفي بيتألف من 3 أجزاء، بيتألف من الصدفة، هي الصدفة، والقسم الأفقي اللي هو هاد، ماشي؟ هذا القسم الأفقي، والناتئ الوجني، ماشي؟ طيب هلا هاي الصدفة، طبعا أنا وقت عم بحكي فأنا هاي الصدفة اللي عم بحكي عليها، هاي اللي هون، ماشي؟ أنا بحب فرجيكم هاي مشان تعرفوا كيف ترابط العظام مع بعضها. هلا هاي بالأمام، بالأمام مع مين بدها تتمفصل؟ شو هاد؟ جناح الكبير للوتدي، بالأمام تتمفصل مع الجناح الكبير للوتدي. الباقي، الباقي مع العظم الجداري، الباقي كفاية الصدفة مع العظم الجداري. هون هاي الثلمة، هاي الثلمة هي الثلمة الجدارية، هاي الثلمة هي الثلمة الجدارية. هلأ من الخارج، من الخارج الوجه الخارجي للصدفة بيدخل بتشكيل الحفرة الصدغية. احنا قلنا الحفرة الجناحية الحنكية، وقلنا الحفرة تحت الصدغية، هلأ صرنا بالحفرة الجناحية، بالحفرة الصدغية. طبعا احنا قلنا هاي الحفرة اللي هي الجناحية الحنكية، وهاي الحفرة، الحفرة هاي تحت الصدغية. هلأ هاي هون الحفرة الصدغية، ماشي؟ واضحة الفكرة؟ طيب فهذا الوجه يدخل بتشكيل الحفرة الصدغية. هلأ اللي منشوفه عليه من الخارج المفروض نشوفه هو انطباعات الشريان الصدغي الأوسط، طبعا ما أنا واضح هون. هلأ من الداخل، هذا القسم الداخلي اللي منشوفه عليه، هاي انطباعات الشريان السحائي الأوسط. شريان السحائي الأوسط كان من وين بمر؟ الشوكية، الصدغة الشوكية. تمام، كويس، كثير منيح. هلأ هاي الصدفة خالصي منها. القسم الأفقي، القسم الأفقي عندنا، هاي هذا القسم الأفقي، هاد عندنا هاي اللي ماسكة بين أصابعي، هاي هاي شايفينه، هاي هاي اسمها الحديبة المفصلية، الحديبة المفصلية، وهي الجذر المعترض للناتئ الوجني. هذا الناتئ الوجني، حدا معه محرمة؟ بدي أعطس مشان ما أطيركم. محرمة تكون مستعملة مرة واحدة بس، مو أكتر يعني، ما ضر، ما ضروري نضيفة. هاي مرة واحدة؟ ما مستعملة. أكيد أكيد. فشو مستعملة؟ عزيزي ولا شيء؟ أكيد أكيد. ليش ضحكتوا؟ راحت العطسة. طيب هاي الحديبة المفصلية، الحديبة المفصلية هي الجذر المعترض للناتئ الوجني. هذا الناتئ الوجني، الناتئ الوجني له جذر معترض هو الحديبة المفصلية، وله جذر طولاني، هذا الجذر الطولاني، ماشي؟ هذا الجذر الطولاني وبتابع للخلف هاللفة هي اسمه العرف فوق الخشاء، ماشي؟ ولكن نحن نرجع على القسم الأفقي، عندنا هون منشوف الحديبة المفصلية اللي هي الجذر المعترض للناتئ الوجني، وراها حفرة الفك السفلي، هون بتمفصل عظم الفك السفلي. هاد القسم المفصلي من الحفرة. هلأ هاد بالخلف، هاد بالخلف
هو القسم غير المفصلي، القسم غير المفصلي. هلا هذا القسم المفصلي، القسم المفصلي بينه وبين القسم غير المفصلي من الحفرة في ثلم. هذا الثلم إذا قلنا نحن إن هذا القسم الصخري الطبلي، هون الطبل، هلا هي صدفة، فأنا شو بدي سميه لهذا الثلم؟ بدي سميه صدفي طبلي. هلا طبعا هون ما كتير واضح، نحن باين علينا الثلم يعني مثل ما هو. هلا هذا الثلم بياخذ استطالة من عظم الصخرة، فعندي أنا ثلم صدفي طبلي ماشي، دخل استطالة من عظم الصخرة، قسم لثلمين، أمامي اسمه صدفي صخري وخلفي اسمه صخري طبلي ماشي. تماما، يعني انت بدك عم تشوفي شو حدوده وتسميه، انا مشان تعرف من وين اجت التسميه. الثلم كله بين الصدفه، هي الصدفه وهذا الطبل، فالثلم كله سميته صدفي طبلي، ودخلت بالنص استطاله من عظم الصخره من هون، فسميت القسم الامامي صدفي صخري، والقسم الخلفي سميته صخري طبلي. طيب الصخري الطبلي شو أهميته؟ هو اللي بيخرج منه حبل الطبل. حبل الطبل شو كان يعمل؟ حبل الطبل هو اللي بينقل إحساس التذوق من العصب اللساني فرع الفك السفلي مثلث التوائم باتجاه العصب الوجهي. هو ما قلنا انه العصب الوجهي كونه عصب ذكوري فما بيوصل للسان، فبده يستعير شيء يوصله للسان، فاستعار الفرع اللساني من الفك السفلي مثلث التوائم. هذا اللساني جاب الاحساس العام للثلثين الاماميين لللسان، وجاب احساس التذوق للثلثين الاماميين لللسان، فالاحساس العام اخذه لا العصب مثلث الدوائم، واحساس التذوق مرقه عن طريق حبل الطبل باتجاه العصب الوجهي. هلا هي الفكره اذا ما اخذتوها هيك بالشكل السهل اللي عم بعطيكم اياه مستحيل تفهموها لحالكم. ليش عدتها هلا بالعمليه مره ثانيه؟ اذا ما اخذتوها بهالشكل هذا مستحيل تفهموها لحالكم. طيب فخلصنا هاي الاثنام، ان الحديبه المفصليه وحكينا عن الاثنام. الاثنام هلا حقيقه هي المنطقه، يعني هي القسم الافقي اللي هو القسم الافقي اللي هو هون، هذا القسم الافقي ماشي. هلا هو شو بيدخل؟ بيدخل بتشكيل سقف الحفره تحت الصدغيه، واضح؟ سقف الحفره شايفين هو وين؟ هو هاد هون بهالشكل، هاي هون ناتئ الوجن، هي الحديبة المفصلية، هو هي القسم هاد، هاي الحفرة تحت الصدغية ماشي، وهي الحديبة المفصلية اللي هي الجذر المعترض لناتئ الوجني، هاي الحديبة المفصلية ماشي، هاي المنطقة الأفقية، هاي تدخل بسقف سقف حفرة تحت الصدغية. طيب هلا ضل علي الناتئ الوجني، الناتئ الوجني هو جزء من القوس الوجنية، هذا الناتئ الوجني هون، الناتئ الوجني اتجاهه للأمام دائما، هاي الناتئ الوجني، هاي هون الناتئ الوجني، هذا بيدخل بتشكيل القوس الوجنية على الوجه العلوي له في ميزابة، طبعا يفترض تكون المقصود انها الميزابة هي منشأ الألياف الخلفية للعضلة الصدغية. الوجه السفلي قلنا نحن بينشأ الناتئ الوجني من جذرين، المعترض اللي هو الحديبة المفصلية الموجودة على الوجه الأفقي على القسم الأفقي، والخلفي اللي هو الطولاني اللي بيكفي هون للخلف، هاللفة هاي نحن بنقلها العرف فوق الخشة، واضح؟ طيب هلا راح نحول على شيء اسمه القسم الخشائي، هذا الماسكو بين ايدي اسمه القسم الخشائي. القسم الخشائي
على الوجه الداخلي عندي هاللفة هي هون بهالشكل هاد، هاي اللفة. عم يطلعوا حلوين فيديو هاتي عن جد. طيب يعني ممكن أضل منه مثلا بيعون لقنوات الإعلام مثلا. طيب هلأ هاد الثلم، ثلم الجيب السيني. الجيب السيني هو جيب وريدي ماشي. هلأ هذا الثلم اللي هون الثاني، هذا الثلم الثاني هو ثلم الجيب الصخري العلوي. فهذا الجيب السيني وهذا الجيب الثقبي الصخري العلوي. هاي الثقبة، هاي الثقبة اسمها الثقبة الخشائية. هاي بمر منا الفرع الخشائي للشريان القذاري ماشي. فهي اسمها الثقبة الخشائية اللي بمر منا فرع الخشائي للشريان. هاد الوجه الداخلي للخشاء. هلا الوجه الخارجي، هلا هذا الوجه الخارجي اعتبروا انه هو مقسوم ببقايا آثار ثلم خشائي صدفي. هاد هاد ثلم انه هاي هون خشاء وهاد صدفي، فانه هاي هون محل ما عم مرق انا الالم بايدي. هلا هاد انه بقايا ثلم خشائي صدفي، انه هذولي كان في ثلم مفصل بيناتهم ولكن زال ضل هالبقايا. بيفصلوا لقسم امامي علوي وخلفي سفلي. الامامي العلوي هو يتألف هون، شايفين هاي المنطقة اللي هيك فيها ثقوب صغيرة اسمها المنطقة الغربالية، اسمها المنطقة الغربالية. هاللفة هاي هيك هون بيقولوا لها الشوك فوق الصماخ. هاد صماخ السمع الظاهر، هاد صماخ السمع الظاهر. فهاد هون الشوك فوق الصماخ، وهالمنطقة هاي المثقبة الناعمة منطقة الغربالية. هلا بال بال بالخلف والأسفل عندنا هاد الناتئ الخشائي. الناتئ الخشائي هو نقطة علامة كتير 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 مهمة. يعني ضل لي رأسك والله، هذا الناتئ الخشائي اللي حاطط إصبعي عليه، هاد اللي حاطط اصبعي عليه، نحن بنستعمله وقت بنساوي تخطيط السماع، تخطيط جذع الدماغ ومنات مثاره. فبنحط نحن اللاقط على الناتئ الخشائي. فانت وقت لك انت بتكون عم تعلم بلك بدك تحط اللاقط على الناتئ الخشائي، الالكترود على الناتئ الخشائي، بس ما بتعرف وين الناتئ الخشائي، بتروح تحط الالكترود على رجل المريض. فضروري تعرف الناتئ الخشائي. طيب هلا منكفي في عنا الشامخة، هاي الشامخة، الشامخة قرب الخشاء، وهي هون هاي هالمنطقة، هاي هي هون بينشأ منا البطن الخلفي لذات البطنين. البطن الخلفي ذات البطنين تأخذ من أي عصب؟ تعصب حركية من أي عصب؟ مين على وجهي ورا؟ مظبوط على قبلك. شو اسمك؟ محمد رحمون. لحظة لحظة لحظة، والبطن الأمامي من وين؟ برافو. البطن الخلفي بالعصب الوجهي والبطن الأمامي المثلث التوائم. محمد رحمون، وين اسمك يا محمد؟ الصفحة الأولى. الصفحة الأولى. طيب ساعدنا شوي بعد. 21. وهاي حذف علامتين. طيب هاي الميزابة، ميزابة الشريان القذاري. هلأ شوفوا هاي، انتبهوا مشان نكون دقيقين. هاي الشامخة قرب الخشاء ماشي، شايفين شلون شكلها؟
هون 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 منشأ البطن الخلفي ذات البطنين. هاد هون الشريان القزالي يمر الميزابي الميزابي القزالي حيث يمر الشريان القزالي. هذا القسم الخشائي خلص. بنجي على أصعب قسم اللي هو القسم الصخري الطبلي. هلا هذا هو القسم الصخري الطبلي. شايفينه؟ هاي هون القسم الصخري الطبلي اللي ماسكه بيه. بيدخل بتشكيل الحفرة المتوسطة والحفرة الخلفية. هذا هو القسم الصخري الطبلي. طيب القسم الصخري الطبلي نقسمه لا جزء جزء داخل جمجمة وجزء خارج جمجمة. هدول داخل الجمجمة ماشي. هدول داخل الجمجمة. داخل الجمجمة عبارة عن وجه أمامي وجه خلفي. وجه أمامي وجه خلفي واضح. طيب الوجه الأمامي جهزوا حالكم هلأ في سؤال عشان بده يجاوب ياخد علامي. وجه أمامي وجه خلفي خلص دكتور سامر قبلي مشان يروح لعنده. أنا عم بتباطأ أمهلي مشان ما يجي مرة ثانية. طيب الوجه الأمامي هاي هون هاي هون اسمها هاي الشامخة المقوسة. هاي هون الشامخة المقوسة. هاد هون هو الغطاء الطبلي. هاي الشامخة المقوسة شايفين هون شلون هالنتوء. هاد هاي الشامخة المقوسة وهذا الغطاء الطبلي. طيب هلأ هون رح شوف اخدودين اخدودين. هالاخدودين بمر بالانسي العصب الصخري الكبير وبمر بالوحشي العصب الصخري الصغير. برفع الاصبع مين بدأ يقول لي هدول فروع انواع صاقع فيها؟ الصخري الكبير للوجه. الصخري الكبير للوجه الصغير ما حكينا. طيب حكينا عن العميق. كويس برافو. طيب الصخري الكبير شو بيساوي؟ هلا بده يصير هو عم بسأله إله ما تلحقي تركيه ياخد كف الأخر عشان ياخد علامته. هو المسؤول عن الدماء. كويس من وين بمر هذا؟ أنت قلت الصخر الكبير بيجتمع مع الصخر العميق وين بدهم يمروا؟ طالما الدماء شو العقدة تبعية الدماء؟ خلقين نواة دمعية. مالي بالنواة الدمعية بجزء الدماغ عم قول العقدة المحيطية. الدماع وظيفة نظيرة ودية ما هيك؟ فبدأ عقدة والعقدة اسمها كتير مميز وكتير مهم. خلوه ياخد العلامة لرفيقكم. كنا عم نحكي عن اسم الحفرة اللي تقعد فيها العقدة من شوي. العقدة الجناحية الحنكية. العقدة الجناحية الحنكية فمعناته هو بمر العصب الصخري بده يمر من نفق ليوصل للعقدة الجناحية الحنكية. بده يمر من نفق الجناحي اللي هو وين؟ وين النفق الجناحي؟ لا اللي بيمر من وين؟ بين هاد شو اسمه هذا الناتئ نفق الجناحي بده يمر من أنه ناتئ؟ ناتئ طريق حمص؟ لا الناتئ تبع العظم الوتدي. ايه شو اسمه؟ نفق جناحي عم بيمر من أنو ناتئ؟ ناتئ الجناحي. إيه ناتئ الجناحي عم أشد الكلمة شد. بيمر بين جزري الناتئ الجناحي. كويس شو اسمك أنت؟ الرحمن يا أهل تعلم في شغل إذا بيجي عتال بده يشيل لك اغراض وبيلاقي في عتال غيره عم بيشيله ما بيمد ايده. بيحترموا بعض في المهنه. رفيقكم بلش بالكلام
نحن الأطباء عندنا مشكلة تفيل شوية الجو. فهدولي بالثلم الإنسي بيمر العصب الصخري الكبير فرع الوجه، وبالثلم الوحشي بيمر العصب الصخري الصغير فرع اللسان البلعوم. ماشي؟ هلا أنا الصخري الكبير كان لازم لي وقت عم بحكي على الوجه فحكيت عنه. الصخري الصغير مو لازم لي، بتاخده بالرأس والعنق مع الدكتور حسام. ولكن الصخري الصغير فرع اللسان البلعوم. هاد الوجه الأمامي، هاي الموجودات اللي بدي اشوفها على الوجه الأمامي. هلا هون او خلينا نقول يلا هلا هي كفاية مسمى السمع الباطن، هي هون بهالمكان هاد عند ذروة الصخرة في عنا الحفرة اللي بتقعد فيها العقدة نصف الهلالية تبعت مثلث الدوائم، اللي هي عقدة قاسر أو العقدة نصف الهلالية تبعت مثلث الدوائم. شو اسم العقدة تبعت الوجهي؟ أركبية. يعني شو اسمه؟ أسماء شو؟ فشيت البرعة. طيب ما راح اعطيك العلامه، استناك للسؤال بعده. وينك يا اسماء؟ شو وين اسمك؟ شو كل شيء جاوبني هلا استضافه في تحريشكم؟ لا دكتور. وين الاصليين يعني بشكل عام؟ فهذا الوجه الامامي خلصنا. الوجه الخلفي هلا بما انه قلنا هاي الحدبة المقوسة، فالحفرة اللي تحتها هي الحفرة تحت المقوسة، الحفرة تحت المقوسة. هاد مسمع السمع الباطن، نحن قلنا هاد مسمى السمع الظاهر، فهاد مسمى السمع الباطن. هاد المسال الدهليزي، هاد المسال هاي هوني، هذا اسمه المسال الدهليزي، واضح؟ هلا نحن نجي نطلع هون، هاد مسمى السمع الباطن، ماشي؟ هاد المسال الدهليزي، هاي الحفرة تحت المقوسة، هالمكان هاد، هاي هون الحدبة المقوسة، هذا الغطاء الطبلي، وهي هون الأثلام، طبعا ما كتير واضحة. بجوز يجي السؤال هون، بدكم تعلموا تركبوا الصورة مع بعض. دكتور هلا بفحص مو محضرات هلا ممكن تحطوا هاي يعني هيك صايرين أصعب من العظم. والله ترى نحن حقيرين كثير بس يعني فينك توقعي تمشي. بجوز يجيب لكم محضرة برتقاني شو بيطلع بعقلي ما بعرف. طيب المهم، فهاي الوجه داخل الجمجمة، هذا القسم داخل الجمجمة، هذا الوجه الأمامي وهذا الوجه الخلفي اللي حكينا عنه. هلا القسم خارج الجمجمة، هذا هيك القسم خارج الجمجمة. هلا في وجه أمامي سفلي وفي وجه خلفي سفلي، ماشي؟ هذا الأمامي السفلي وهذا الخلفي السفلي، واضحة الفكرة؟ طيب هلا الأمامي السفلي هدول التلتين، هدول شايفينهم لحالهم قاعدين هيك، هدول التلتين هدول بيعودوا للقسم الطبلي، لأنه هدول هنن الجدار الأمامي العظمي، القسم العظمي من جدار سماخ جدار الامامي للسماخ السمع، سماخ السمع الظاهر، شايفين هي سماخ السمع وهي الجدار الامامي تبعه. فهدول بيعودوا للقسم الطبلي، وهدول هنن القسم غير المفصلي من حفره الفك السفلي. هذا القسم هي الحديبه المفصليه وهذا القسم المفصلي، هذا القسم غير المفصلي من حفره الفك السفلي، لانه ما تمفصل مع الفك السفلي. هون في عنا هاد هون، هاد اسمه الناتئ الغمدي،
هلا هذا الناتئ الإبري بدنا ندرسه على الوجه الثاني. هاد الناتئ الغمدي اللي بيطلع منه بيغمد الناتئ الإبري، هاد الناتئ الغمدي. هاد هون هاد اسمه الناتئ الأنبوبي، هاد الناتئ الأنبوبي ماشي. هلأ هون هاد اسمه النفق العضلي النفيري ماشي، النفق العضلي النفيري. فمعناته هاد الوجه الأمامي السفلي، هدول قسم طبلي، هاد ناتئ غمدي، هاد ناتئ أنبوبي، هاد نفق عضلي نفيري. طيب هذا هو، هذا الناتئ الأنبوبي وهذا الناتئ الغمدي ماشي. هلا اجينا قلبنا هاي هيك ماشي، هذا الناتئ الغمدي، شايفين كيف صار واضح؟ هذا الناتئ الغمدي لهون تقريبا، هون بهالمكان هذا، هذا الناتئ الأنبوبي. النفق العضلي النفيري صار من هون، واضح عندك؟ من هون صار النفق العضلي النفيري. هلا الوجه الخلفي السفلي، وجه الخلفي السفلي، هاد الناتئ الإبري. فأنا قلت هذا الناتئ الإبري وهذا الناتئ الخشائي، هالثقبة هون الثقبة الإبرية الخشائية اللي بيخرج منها أي عصب؟ الثقبة الإبرية، لا تكون أخدم هذيك المجموعة، بس بعرفه ناطح السؤال عصب الوجه. الثقبة الإبرية الخشائية بمر منها العصب الوجهي، شو اسمها؟ أجل تمام خلاص أنت حاجتك. طيب شو بدي يعني حط علامة لأبوك يعني؟ هي حطيت لك علامة لك يعني شو؟ هاي النفق الإبري الخشائي اللي بمر منه العصب الوجهي. لذلك باللقوة المحيطية، وقت حكينا عن اللقوة المحيطية واللقوة المركزية انتبهنا معلش بعد إذنك، هلا قلنا هذا هون الناتئ الخشائي، فهون بده يمر من علامات اللقوة المحيطية، بصير ألم هون لأنه هون خروج العصب الوجهي. فباللقوة المحيطية يعني هو التهاب عصب محيطي بيكفي، بتوذم، بتوذم بيختنق عند هالثقبة هاي فبيصير ألم. هلا هذا الألم كونه هالعصب هاد بيعطي جزء للوجه الخلفي، لصيوان الأذن، ولا تحديدا يعني الشحمة تبعيت الأذن، هي محل ما البنات يحطوا الحلقة. فممكن هذا الألم من مريض ما يقول لك أنا هون عم يوجعني إلا إذا حطيت إيدك يعني ضغطت، يعني بيساوي عملية إيلام تندرنس، ولكنه مش من ألم بالأذن بيقول لك أنا هون عم يوجعني. هي علامة يعني من ضمن العلامات اللي مفرق فيها بين اللقوة المحيطية واللقوة المركزية ماشي. فهي الثقبة الإبرية الخشائية. هلأ هون في عنا هاي الحفيرة الوداجية اللي بالخلف، بالخلف الوداجية، بالأمام سباتية. هاي هون اسمها الحفيرة الصخرية اللي بتقعد فيها العقدة الصخرية للسان البلعومي. هاد هون اسمه النفق الطبلي. يعني هون أنا قلت في عندي نفق نفيري عضلي، هون صار عندي نفق طبلي. طيب هلأ هوني إذا بدنا نجيب الموضوع لهون، هاي الثقبة الإبرية الخشائية تقريبا بهالمكان هذا، هاي الوداجية وهاي السباتية، وهاي هون تقريبا الحفيرة الصخرية، وهذا النفق الطبلي. واضح؟ هاد الناتئ الإبري وهاد الناتئ الإبري. واضح القصص؟ في بقى